اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وخص منهم من حضر جمعنا أو أمن على دعائنا. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلية، ونسألك دوام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية. إلهنا عافنا في صحونا ومنامنا، عافنا في أبداننا، عافنا في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نعوذ بعزتك وجلالك من مس الضر، اللهم إنا نعوذ بعزتك وجلالك من مس الضر، وامنن علينا بدوام العافية والستر. اللهم لا تشمت أعداءنا بدائنا، واجعل القرآن العظيم شفاءنا ودواءنا، واصرف عنا شر ما يؤلمنا ويؤذينا، واصرف عنا شر ما يؤلمنا ويؤذينا، ولا تحوجنا لطبيب يداوينا. اللهم إنا نعوذ بك من أعين العائنين، ومن حسد الحاسدين، ومن سحر الساحرين، ومن مكر الماكرين، ومن شر المتربصين. اللهم اجعل بيننا وبينهم سدا منيعا، وحصنا حصينا. اللهم أنت أقوى منهم شأنا، أنت أقوى منهم شأنا، وأعز منهم سلطانا، ورجاءنا فيك أعظم من خوفنا منهم. اللهم فاكفنا شرهم، وادفع عنا ضرهم بحولك وقوتك يا علي يا عظيم. إلهنا هربنا إليك وتوكلنا عليك من كل من أرادنا بسوء من الإنس والجن، من قريب أو بعيد، من ذكر أو أنثى. اللهم اكفنا شره، اللهم اكفنا شره، وادفع عنا ضره. اللهم اكفنا شر من نصب لنا كيده، وبسط لنا بالسوء يده. إلهنا نسألك للمسلمين والمسلمات، ولكل من حضر جمعنا هذا أو أمن على دعائنا، إلهنا إلهنا، من كان منهم يشكو مرضا أصابه، قد طال أمده، وأشغله في صحوه ومنامه. إلهنا يا الله يا الله يا الله، اللهم اكتب له في ليلتنا هذه شفاء من عندك، شفاء من عندك، شفاء من عندك، تغنيه به عن كل راق وطبيب، تغنيه به عن كل راق وطبيب. اللهم اشفه روحا وجسدا، روحا وجسدا، واشفه ظاهرا وباطنا. اللهم اغسله من مرضه، اللهم اغسله من مرضه. اللهم من حضر جمعنا هذا مريضا أو مبتلى، من دخل مسجدنا هذا مريضا
مريضا أو مبتلى، فنسألك يا رحمن يا رحمن اللهم اشفه من مرضه، اللهم اجعل مرضه كأن لم يكن كأن لم يكن كأن لم يكن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أسعد أهل كل بيت بشفاء مريضهم بشفاء مريضهم بشفاء مريضهم من الآباء والأمهات من الآباء والأمهات من الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والبنين والبنات يا فاطر الأرض والسماوات. اللهم اجعل شفاءه كاملا غير ناقص كاملا غير ناقص. اللهم أقر عين مريضنا وأفرح قلبه بجميل شفائك بجميل شفائك، واجعلنا وإياه في ليلتنا هذه من أسعد السعداء من أسعد السعداء من أسعد السعداء بمغفرتك وعافيتك. بسم الله على أنفسنا بسم الله على ديننا بسم الله على أهلنا ومالنا بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا 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 نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا. اللهم رب الناس اللهم رب الناس اللهم رب الناس أذهب البأس أذهب البأس أذهب البأس واشف أنت الشافي واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما. اللهم اجعل هذه الليلة ليلة العافية. اللهم إنك تعلم أن لنا إخوانا على الأسرة البيضاء لا نسمع أنينهم وأنت تسمع أنينهم لا نسمع شكواهم وأنت تسمع شكواهم. اللهم اكتب لهم أجر صيامهم وقيامهم ودعائهم وهم على أسرتهم يا الله. اللهم اشفي اللهم اشفي اللهم اشفي اللهم اشفهم واجمعهم بنا وقوفا بين يديك واجمعهم بنا وقوفا بين يديك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على حبيبنا محمد بعدد كل داء ودواء.
وسلم تسليما كثيرا.